ما زلنا مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الحية المباشرة على شاشة التلفزيون المصرية، نتابع انطلاق مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز. للتحليل والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي. دكتور وليد، العديد من الرسائل الاقتصادية استعرضها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، لكن دعني في البداية أتوقف عند الرسالة الأهم التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشعب المصري، أن لديه القدرة على الحرية والتغيير. اهلا وسهلا بحضرتك اهلا دايما، واهلا وسهلا بكل مشاهدي القناه الاولى. وبالتاكيد يعني السيد الرئيس لديه القدره ولديه الثقه عند مخاطبته للشعب المصري. انا عايز اتكلم في الموضوع من ناحيه اقتصاديه، فالاقتصاد علم اجتماعي لا يمكن ان نعزله عن علم النفس وعلم الاجتماع ومجموعه العلوم الاجتماعيه. هذه العلوم الاجتماعيه اللي بتتناول وبتدرس للطبيعه الشخصيه للافراد وللشعوب، السيد الرئيس عند تصديه لعمليه التنميه الاقتصاديه في مصر كان بيركز على البعد الاخر الذي يتقاطع فيه الاقتصاد مع الشخصيه المصريه. الشخصيه المصريه تاريخيا عندما تتحد خلف القيادة ويكون هناك ثقة ما بينها متبادلة ما بينها وما بين القيادة تفعل المستحيل. السد العالي خير مثال، عندما التفت سواعد المصريين وقاموا ببناء السد العالي. نحن في الذكرى الخمسين نعيش أجواء الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر التي كان يعتبرها البعض مستحيلا، إلا أنه مع الالتفاف مع القيادة والثقة في مقدراتنا ووحدتنا قدرنا نعبر وقدرنا ننتصر في 6 اكتوبر. برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تم خلال الفتره من نوفمبر 2016 2019 كان لا يتخيل احدا انه يمكن تطبيقه، ولكن تلك الثقه التي وجدت ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب، كان هناك ثقه من الشعب في قرارات السيد الرئيس. السيد الرئيس كان واثقا كل الثقه في أن الشعب سيتقبل هذه الإجراءات التي تضمنها البرنامج وكانت قاسية. وما تم عندما التفت المصريين حول قيادتهم ونجح البرنامج الإصلاح الاقتصادي نجاحا كبيرا، انخفضت معدلات البطالة إلى مستويات تقترب نحو 7%، ارتفعت معدلات النمو لمعدلات قياسية، التضخم انخفض إلى معدلات قياسية، تحسنت كافة المؤشرات بصورة كبيرة جدا. هذا الأمر ربما واجهه تحديات خارجية متعلقة صحيح يعني هذا الأمر يعني فيروس كورونا اسمح لي الحرب الأوكرانية. نعم اسمح لي دكتور وليد، اليوم يخاطب الشعب ويبعث فيه الأمل من جديد ليوضح له أن الالتفاف وأن القدرة على الإنجاز تمت ويمكننا الاستمرار فيه. طيب دكتور وليد، يعني ذكرت أن ما حدث من انخفاض لمعدلات البطالة ومعدلات التضخم، ربما عندما التقطنا الأنفاس اقتصاديا حدثت أزمات عالمية بدءا من كورونا كما تفضلت. هذا الأمر في رأيك إلى أي مدى ساهم في محاولات انعدام الثقة من جديد؟ لأن الرئيس أشار إلى هذا الأمر أيضا، وأنت تفضلت بأن علم الاقتصاد ليس ببعيد عن علم الاجتماع وعلم النفس. محاولات التشكيك الدائمة والإساءة للمسؤولين كما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما تفسرها؟ ما أثق فيه أن الثقة قائمة، وأثق فيه أن الشعب بيثق في السيد الرئيس، ولكني يمكن ربما رصدت يعني بعض الألم لدى السيد الرئيس عندما وهو متابع لكل المتغيرات، عندما يتابع استمرار الهجمات الغير المبررة رغم الإنجازات الكبيرة. يعني إذا كانت الدولة المصرية أقامت كل هذه الإنجازات، نحن لا نحتاج إلى شهادات مؤسسات دولية، والمؤسسات الدولية تشهد بالإيجاب للاقتصاد المصري، ولكننا جميعا نعيش واقع. من منا لم يستفيد من طريق صار فيه عدد الأسر اللي تم إدخال إليها المرافق، هذه عدد الأسر التي عولجت من فيروس سي. الحقيقة المداخلة لن تكفي لعرض كل ما استفاد منه الشعب المصري، ولكن المؤكد أن هذه الفترة ربما يكون هناك
لغطا كثيرا بمناسبه اجواء انتخابات قادمه، ولكن هذا الامر لا يجعلنا يعني لا يجعلنا الا ان يزيدنا ثقه فيما تحقق من انجاز، ويجعلنا ملتفين حول القياده من اجل استمرار المسيره واستمرار مواجهه التحديات. فما نعيشه من تحديات مستورده من الخارج ان كان صعبا الا اننا تجاوزنا ما هو اصعب منه خلال السنوات الماضيه. طيب دعنا يعني نسلط الضوء على ما تراه من ايجابيات حقيقيه فيما يتعلق بالاقتصاد المصري. من الأمور التي ذكرها رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية من الدول القليلة التي أصدرت وثيقة سياسية لملكية الدولة، انعكاس ذلك على الاقتصاد وتقويته ودعمه. الواقع أن رئيس مجلس الوزراء عرض ما تحقق من إنجاز اقتصادي بصورة كلية، والصورة الكلية هي الصورة الأكثر عدالة والأكثر قدرة على العرض العادل للأمور. ما تحقق من إنجازات اقتصادية بدأت من خلال برنامج إصلاح اقتصادي عزز مالية الدولة وجعلها قادرة على الاستمرار وبناء التنمية. في الوجه الآخر وفي محور آخر كانت هناك مشروعات قومية تضخ فيها الدولة استثمارات تقدر بتريليونات الجنيهات. هذه الاستثمارات قامت بتشغيل ملايين المصريين، قامت بتحريك الاقتصاد. هذا الأمر اللي أدى إلى أن نصل إلى المرحلة الحالية، وهي مرحلة الدولة قادرة فيها أن تقدم للقطاع الخاص الحوافز التي يريدها من أجل أن يستكمل المسيرة وأن يكون له دور أكبر في الاقتصاد. لم يكن من الممكن في السابق أن ندعو القطاع الخاص للعمل دون وجود طاقة، دون وجود طرق، دون وجود مرافق، دون وجود أراضي صناعية، دون وجود توافق واتفاقات مع الأسواق الخارجية للعمل. الحقيقة ما تحقق في السنوات الماضية هو الذي يجعلنا في هذه المرحلة نتابع دعوات القطاع الخاص بالمشاركة، نتابع أن الدولة تعتمد وبعد حوار مجتمعي مطول وحوار مع الخبراء وثيقة سياسات ملكية الدولة التي تعطي فيها القطاع الخاص مساحة أكبر للنشاط الاقتصادي. أنا المؤكد أن هذا القطاع الخاص في فترات عدم الاستقرار الأمني كان له الحق في أن يتشكك، في فترات عدم وجود المرافق، عدم وجود الطاقة، كان هناك بعض التشكك من القطاع الخاص، ولكن اليوم وفي ظل استقرار أمني وثقة من الدول والمؤسسات الدولية، الدول الكبرى مقتنعة قناعة كاملة بمصر، التكتلات الكبرى، مصر تم عندما قبل تكتل بريكس انضمام مصر فهو متابع جيد ويعلم ويقدر تماما أن الاقتصاد المصري قادم وقادم بقوة. دورنا في قمة الـ20، دورنا في اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، غيرها من اتفاقات الحقيقة. وكل هو الذي من مشاركة هذه المرحلة التزاما على القطاع الخاص المصري الذي هو مطالب. إذا كانت الدولة مطالبة بجذب استثمارات خارجية فإن القطاع الخاص المصري ليس فقط طيب أرجو أن تغير موضعك دكتور وليد حتى نستوضح ما تقول بشكل أوضح. يعني فيما يتعلق بالقطاع الخاص، هل تعتقد أن الأزمة الاقتصادية العالمية يمكن أن تكون عائق أمام هذه الدعوات المتكررة للقطاع الخاص في التعامل باستثمارات أكبر في السوق المصري؟ هو بالقطاع الخاص الأزمة العالمية بتمثل صعوبات كبيرة وفرص في نفس الوقت. اللي أصعب عالميا معدلات الفايدة المرتفعة، ودي تشكل ضغوط كبيرة جدا على القطاع الخاص ليس في مصر فقط ولكن في كل أنحاء العالم، حيث أن القطاع الخاص عندما يجد معدلات فائدة مرتفعة بيكون عنده صعوبات في التمويل، حتى في جذب الاستثمارات الخارجية بيكون هناك صعوبات. الدول التي لديها السيولة في هذه المرحلة بنتابع كيف أنها أن الجميع يذهب إليها من أجل هذه السيولة. لكن بالنسبه للقطاع الخاص المصري، الدوله المصريه لا تتركه في قضيه التمويل. الدوله المصريه بتقدم مبادرات تمويل منخفضه التكلفه سيما في القطاعات الصناعيه، هي ايضا بتقوم بدور الوسيط ما بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل التنموي اللي عقدت وزاره التعاون الدولي الكثير من اتفاقات التمويل التنموي مع المؤسسات الدوليه التي تقدم للقطاع الخاص تمويل منخفض التكلفه. الامر ان
ما تقدمه الدولة وما قامت من تقديمه للقطاع الخاص لا يمكن أن يكون له نتائج على الأرض دون مشاركة القطاع الخاص ودون أن يكون القطاع الخاص قطاعا فاعلا ومتعاونا ومبادرا للاستفادة مما تقدمه له الدولة من حوافز الضمانات. نعم، يعني إذا تهيئة المناخ الاستثماري الكامل فيما يتعلق ببنية تحتية بطرق وكباري، أيضا ما تم إنفاقه في قطاع الكهرباء كما ذكر رئيس مجلس الوزراء 1.8 تريليون جنيه، كلها أمور محفزة بالتأكيد للمناخ الاستثماري. أشكرك جزيلا دكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف.